صفعها زوجها فردت بطعنة بقطعة زجاج. هكذا قتلت الفنانة المصرية الصاعدة عبير بيبرس زوجها أثناء شجار بينهما. تم القبض على الفنانة الغائبة عن الساحة منذ 2017 واعترفت بما اقترفته، مبررة ذلك باعتداء زوجها عليها بالضرب، وهي تواجه الآن تهمة القتل العمد. الفنانة عمرها 29 عاما، ومن المفارقات أن يكون أول أعمالها فيلم بعنوان كما تدين تدان، قصة تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين من تعاطف معها لأنها كانت ضحية عنف زوجي، وبين من يدين الجريمة مهما كانت الأسباب. ومنها هذه التغريدة: فنانة مصرية تقتل زوجها، ضربها فردت عليه بقارورة بالضربة القاضية رفقا بالقوارير. أشواق كتبت: عبير كان عندها مجال تهرب منه وتتطلق، لكنها اختارت تصبر وتتحمل زواجها الفاشل، وهذه النهاية. مو كل شيء نصبر عليه يا جماعة، الشيء اللي فوق طاقتنا وياخذ من نفسيتك وراحتك اقطعيه نهائي. عمر علق: حياتها انتهت خلاص، والسبب خناقة مع جوزها. كان ممكن تطلقي منه وتسوني يلي فاضل من كرامتك، مفيش أي سبب يخلي وحدة تتحمل الإهانة. ربنا حلل الطلاق كحل صيانة كرامة الطرفين. نسمة كتبت: من أول إهانة لا تتحملها نفسك غادري، فمن يعتد إهانتك لن يتوب إلا بمعجزة أو بمصيبة. الزواج سكن وسكينة، والبعض قلبوا لمعركة ولطعن. زواج وطلاق كل منهما حلال، ولا شأن لكم بالعادات تجرم وتعيب، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالجريمة مرحلة بعد تجاوز حدود التكليف. فيما تعاطفت معها رنا: الله يكون في عونها، يمكن تكون تحملت كثير وخرجت عن وعيها بسبب الضغوطات يلي عاشتها، ربي الله يفرج همها ويرحم زوجها. وفاطمة رفضت العنف بشكل مطلق: يلي يبغى يبيت مستقر لا يمد ايده على زوجته، تقول كل يوم يضربها طبعا خلاها تكره نفسها وحياتها، وطبعا هذا ليس مبرر لها. قصة العنف الزوجي هذه انتهت بالقتل، وهناك قصص أخرى في أروقة المحاكم وعلى شاشات التلفاز وفي الصحف، مثل قضية الممثل الأمريكي جوني ديب وزوجته السابقة التي تتهمه بضربها بعدما سخرت من وشم على جسده، فيما نشر هو صورا لقطع إصبعه في حادثة يقول إن زوجته المتسببة فيها. شاركنا برأيك، هل على ضحايا العنف